مرحبا موقع لالا مولاتي عندنا في الاتولي ديالنا. اليوم غنهضروا على المراحل ديال الصنع ديال لي مبل اللي كان بالماركيتري. ودابا غنخليكم مع المعلم يونس اللي غيكون معنا وغيوريكم لي زيتاب اللي كنتبعوا. المراحل اللي كنبداو بها في الخدمه ديالنا كنبداو بلي كروكي، كنبداو بلي ديسان. كتبدا بالكروكي اول حاجه ديال لو مبل، بعد عاد كنشوفوا لا ماركيتري الزواقه ديالو اللي غادي تدخل فيه، لي موتيف ديالو، العواد اللي فيه. كتبدا المرحله الاولى بالتقطيع ديال العواد، بعد كيجي المونتاج ديالهم كيترجعوا بحال كيكونوا مقطعين بحال هكذا. كنبداو بالتراساج ديال العواد ديالنا، وكنبداو ملي كنطراسيوهم كنجيو نقطعوهم هنايا في الماكينه هادي منشار. كتقطع هادي باش كيخرج لنا بحال هكذا. كيدوزو فيها، كندوز عاوتاني لهاد الماشين الثانيه. ماشي الثانيه هادي كت فيها دريسوز غابوتوز اللي كتقاد لينا تحيدنا لاطراس ديال تقطع المنشار. وسميتو من بعد كندوزو للتوبي الاخراني اللي كيدوزو به لي موليور. من بعد كيجي لاسومبلاج، هذيك الساعه كنرجيو لاسومبلاج ديالهم اللي كيوليو عندنا لي بياس تقريبا بحال هادو. هاد بحال دابا هادي دريسي فيني سميتو ندوز ليها لي موليور ديالها كامل. كيجي المونتاج ديالهم، ملي كيجي المونتاج ديالهم كيجي بحال هاد الشكل هذا. دابا من بعد المونتاج كتكون العمليه ديال المونتاج ديال لي مبل بحال هكذا، عاد كتجي لافاس ديال لا سبيسياليتي ديالنا حنايا، لا ماركيتري. لا ماركيتري هي اللي خدنا فيها هاد السيد هادي. كيكون عندنا واحد او فوي دو بوا بلاكاج كيتقطع طروفه وكيتانكريستا كيتغرس كل طرف بواحد بوحدو. الخدمه كلها 100% يدويه، هي اللي كتكون هي اللي كتجيب بحال هكذا. وفي هذه هي لاسبي ديالها هكذا، وفي الاخر كترجع بحال هكذا. كنتمنى نكون وريناكم المراحل كاملين، واخا هي المراحل كامله جينا باش نتبعوهم غادي يخص وقت طويل. والاثمنه ديال هادو كيبداو يتراوحوا، كيبدا على حسب كل بياسه. كاين البياسه اللي كتبدا من 400 درهم وانت غادي طالع، على حسب السوايع اللي كيدخل في هذه الخدمه، على حسب الماتير بروميير ديالها بشحال كتكون. يعني ما كيكونش كلشي كيبقى على حسب الموديل وعلى حسب. ومرحبا بكم عندنا. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا ابوني في لاشين يوتيوب.